السلام عليكم ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة من وصفات مطبخ محمد. وصفة اليوم راح نعمل نوع من أنواع الجريوش اللي هو جريوش الفراشة أو البابيون، لكن راح نقدمه لكم بشكل جديد. نتمنى إن شاء الله أنه ينال إعجابكم. نتمنى من المشاهدين اللي راهم يشاهدوا في القناة لأول مرة الانضمام للقناة بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس. مقادير وصفة اليوم هي 500 غرام من الفارينة أو الدقيق الأبيض، 130 غرام خليط سمن وزيت اللي هي 70 غرام من الزيت و60 غرام فقط من السمن، عندي 5 غرامات من الفانيلا، 10 غرامات من الخميرة الكيميائية، رشة من الملح، قليل من الحليب حوالي 170 غرام، وعندي أيضا حبة بيض كاملة. نجوزو نشوفو طريقة التحضير. راح نبدأ على بركة الله في تجهيز العجينة. راح ناخذ كمية الفارينة اللي هي بالكوب عندنا 3 أكواب ونصف، راح نضيف لها رشة من الملح وأيضا 5 غرامات من الفانيلا اللي هي نصف ملعقة قهوة مع ملعقة قهوة من خميرة كيميائية، وراح نمزج كل هذه المقادير مع بعض. راح نضيف لهم الآن كمية الزيت والسمن اللي هي أيضا نصف كوب، وراح نخلط أيضا هذه المقادير مع بعض، ومن المستحسن أنكم تستعملوا يديكم حتى تتحصلوا على الخليط يكون مرمل. راح نضيف الآن حبة تاع البيض، وراح نضيفه أيضا الحليب لكن نضيفوه تدريجيا، ودايما نحاول نفتح الحبة تاع البيض بالقليل تاع الحليب باه ما يكونش عندنا تكتلات تاع الصفار في العجين، ونبقى نضيف الحليب تدريجيا حتى نتحصل على العجينة تكون متماسكة. بعد اللي نتحصل على العجينة راح ندلكها مدة 5 دقائق، يعني نبقى نعجن فيها على الأقل 5 دقائق، من بعد نخلوها ترتاح في الثلاجة حوالي ساعتين. لاحظوا القوام تاع العجين اللي لازم تتحصلوا عليه، لازم العجين ما يكونش يابس بزاف وفي نفس الوقت ما يكونش طري بزاف. بعد ما ارتاح العجين تاعنا راح نقسموه إلى قطعتين. راح نبدأ بأول قطعة، نعاود أيضا نعجنها قليلا حتى نعاود نرد العجين للطراوة اللي كان فيها قبل ما ندخلوه للثلاجة، وراح نبدأ نفتح. ودايما نستعين بالفارينة، يعني في هذه الوصفة ما نستعملش نشاء الذرة، يعني المايزينا ما نستعملوهاش، نستعمل فقط الفارينة. بعد ما نفتحوها نرشوها بكمية تاع فارينة ونعاودو أيضا نطوها. ونغلق أيضا الجوانب وراح نخليها جانبا ترتاح. في هذاك الوقت نبدأ أيضا في تحضير القطعة الثانية، ودائما نحضروها بنفس الطريقة. بعد اللي كملنا القطعة الثانية هنا رانا رجعنا للقطعة الأولى، رانا عاود نفتحناها شوية وعاود نقسمناها إلى 3 قطع، وراح نعاود نفتحها بهذا الشكل، وراح نجهز كل القطع بهذه الطريقة. راح نمر الآن لآلة العجين وراح نبدأ نفتح كل القطع. في الأول راح نمررها في رقم 1، من بعد أيضا نعاود نمررها في رقم 4، وكل مرة لازم نرش القليل من الفارينة. بعد اللي نكملو نفتحو كامل العجين ونلقاو القوام تاعو مازال طري، نعاودو نكررو نفس العملية، نضع القليل من الفارينة ونعاود نطوي العجين وراح نخليه يزيد يرتاح مرة ثانية. وفي المرة الأخيرة اللي نفتحو فيها العجين راح نفتحوه في رقم 1 ثم رقم 3، وآخر رقم راح نستعملوه هو رقم 6، يعني راح تتحصلوا على العجين يكون شوية خشن ما يكونش رقيق بزاف. هذا بالنسبة لآلة العجين رقم 9. أما آلة العجين رقم 6 راح نفتح في رقم 1 ثم رقم 2، وآخر رقم راح نستعمله هو رقم 4. راح نحكم الآن أي طابع أو قطاعة تكون عندكم. أنا اخترت رقم 100، والرقم 100 يعني 100 مليمتر اللي هو 10 سنتيمتر، وحجم الحبة انتم تقدروا تحكموا فيه، يعني تقدروا تستعملوا قياس أقل من هذا أو أكثر من هذا. راح نقسم الآن كل العجين بهذه الطريقة.
هذا بالنسبة للمرحلة الأولى. راح نحكم الآن كل الدوائر اللي كنا حضرناهم، وبواسطة حلال راح نعاود نفتحهم ونعطي لهم هذا الشكل البيضاوي. راح نكمل نحضر كل الكمية بهذه الطريقة. راح نمر الآن لتحضير المرحلة الثانية. راح نحكم نفس العجين ونفتحه في آلة العجين، وآخر رقم راح نستعمله هو رقم 7، يعني كنا فتحنا الدوائر في رقم 6، أما الآن راح نفتح في رقم 7، هذا بالنسبة لآلة العجين رقم 9، أما آلة العجين رقم 6 راح نفتحه في آخر رقم هو رقم 5. راح نحط الآن الشكل البيضاوي اللي تحصلنا عليه فوق العجينة، وراح نقسم عليها مستطيلات، يعني العرض على المستطيل راح يكون نفسه العرض تاع القطعة البيضاوية، وراح نكمل نحضر كل القطع بنفس الشكل. راح نمر الآن لمرحلة التشكيل، ونبدأ بأول مرحلة. نحكم القطعة المستطيل ونبدأ نثني فيها بهذه الطريقة. راح يكون العرض اللي تستعملوه حوالي 1 سنتيمتر، ودايما الزائد تاع العجين ننزعه. لاحظوا الشكل اللي لازم تتحصلوا عليه. لما نحسب نلقى عندي حوالي 5 قطع. راح نزيد الآن نحضر قطعة ثانية، وبنفس الطريقة تحضروا كل الكمية اللي عندكم. بعد اللي تحضروها دايما نغطيها بواسطة بلاستيك غذائي أو منديل مطبخ ونحطوهم جانبا. راح نبدأ الآن في تشكيل القريوش. راح ناخذ القطع اللي كنا حضرناها، ولاحظوا لما نضعها في الوسط راح تلقاو الطول تاع القطعة هو نفسه العرض تاع القطعة الدائرية، لكن احنا الآن راح نقلبوها، يعني نحطوها بالطول. لازم لما نحطوها يعني بالطول يكون عندنا العجين في الطرفين، لذلك قلت لكم لازم القطعة تكون بيضاوية باه يكون العجين في الطرفين يكون ظاهر. راح نقرص على القطعة اللي كانت في الوسط جيدا، وراح نضع القليل من بياض البيض، ونزيد ايضا نضغط عليها، ودايما لازم تكون في المنتصف. راح نبدا الان برفع الجوانب ونبدا نلصق فيهم بهذه الطريقه. وفي الوسط دايما لازم نضغط مليح حتى نتأكد أن كل القطع التصقت جيدا، وبواسطة سكين أو أي وسيلة تكون متوفرة عندكم. نعاود الآن نفتح القطع، وراح تلقاوهم ينفتحوا بكل سهولة. لاحظوا ما شاء الله الشكل اللي لازم تتحصلوا عليه. راح نزيد الآن نحضر قطعة ثانية وبنفس الطريقة، ودايما في الأساس في الربط لازم نستعمله بياض البيض. حاولوا دايما القطعة تاعكم تكون منتصف، ودايما لازم العجين من القطعة الأولى يكون خارج على الطرفين. من الأفضل في هذه الوصفة ما تستعملوش المايزينا اللي هي نشاء الذرة، لأنها ما راح يكون عندها حتى دور. دائما حاولوا تضغطوا جيدا، ولازم تقوموا بهذه الخطوة لنثني فيها العجين بنعاود نلصق في الوسط. إذا خفتوا يعني عاودوا ينفتحوا لكم، دائما من الفوق عاودوا ديروا لهم القليل من بياض البيض، أو نحكم قطعة عجين ونقسم كمية منها وندلها بياض البيض،
ونعاود ايضا نحطها من الفوق، يعني نعاود نلصقها من الفوق بهذا الشكل. لكن انا هذه الخطوه ما نحبش نعملها. راح نكمل نحضر كامل الكميه اللي عندي بنفس الطريقه، وراح نخليهم جانبا يرتاحوا على الاقل 3 ساعات حتى تلقاهم نشفوا تماما، كما تقدروا تحضروهم ليله من قبل. راح نبدا الان نقلي، نكون الزيت تاعنا سخناها والعسل تاعنا رانا حضرناه مسبقا. راح نخليكم ان شاء الله الرابط تاعو اسفل الفيديو، لاحظوا الشكل نتاعهم كيفاه يكون. لما تمسوهم راح تلقاهم يابسين. راح نبدا الان نقلي، وبمجرد اني نحط الحلوى في الزيت راح تعاود تولي للقوام الاصلي نتاعها. ملاحظه فقط، ما تكثروش العدد حبات القريوش في المقله، لانه لازم نرمي عليهم الزيت من فوق. اذا كان عدد الحبات بزاف في المقله ما راحش نقدر نتحكم كامل فيهم. شوفوا ما شاء الله كيفاه يولوا، يعني راح ينتفخوا لكم كامل. ولازم لما نكون نقلي فيهم النار تاعهم تكون قليله باش نقدروا ايضا نتحكموا في اللون. لاحظوا الدرجة تاع الطياب اللي لازم يوصلوا ليها. الآن راح نصفيهم ونجوزهم مباشرة في العسل. شوفوا ما شاء الله النتيجة النهائية اللي حين تتحصلوا عليها، قريوش من أروع ما يكون. نتمنى إن شاء الله أنكم تجربوا هذه الوصفة، راح تلقاوه خفيف بزاف وفي نفس الوقت يكون فارغ في الوسط. لاحظوا لما نكسروا الحبة راح تلقاوها فارغة لداخل. نتمنى ان شاء الله الوصفة تاع اليوم تكون نالت اعجابكم. اذا عجبتكم الوصفة كالعادة ما تنساوش شرفونا باعجابكم واشتركوا معنا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.